جريتان الزهرة، يكفي 6 أشخاص. المقادير: رأس زهرة مقطع إلى زهيرات كبيرة، 500 ملل أو كوبي حليب، 3 ملاعق طعام زبدة، 3 ملاعق طعام طحين، فلفل أسود حسب الرغبة، ملح حسب الرغبة، ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب مبشورة، صفار بيضة، 2 ملاعق طعام كريمة حامضة، 100 غرام أو كوب جبنة جروير مبشورة، 50 غرام أو نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة، 4 ملاعق طعام كعك مدقوق. طريقة التحضير: نطو قطع الزهرة في ماء مملح يغلي لمدة 10 دقائق، ثم نصف فيها ونضعها في جاد فرن. نسخن الحليب في طنجرة صغيرة دون أن نغليه. نذوب الزبدة في طنجرة على نار خفيفة. نضيف الطحين مع التحريك بنشاط لمدة 2 دقائق. نضيف الحليب الساخن ونتابع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان. نطهو الصلصة لمدة 10 دقائق مع الخفق باستمرار حتى تصبح سميكة القوام. نضيف الملح والفلفل حسب الرغبة ونضيف جوزة الطيب. نضيف 2 من نوعي الجبنة مع الكريمة الحامضة وصفار البيضة. نخلط المكونات معا لنحصل على مزيج له قوام الكريمة ونسكبه فوق الزهرة. نمزج بقية الجبنة مع الكعك المدقوق وننثرها على الوجه. نخبز مدة 15 دقيقة في الفرن المسخن مسبقا للدرجة 220 مئوية حتى يصبح وجه الطبق بلون بني ذهبي.